ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. انا يعني هبدا بس اخلط الخلطه الحلوه دي في الكبه بتاعه الطماطم والبتنجان، وطبعا هرحب بحبيبتي اللي منوراني. لكن قبل ما هقول اي حاجه ونجيب الكاميرا عليها عشان ما اعطلهاش، انا عايزه اتكلم معاها جدا. هاخد كده الفلفل الاخضر والاحمر والكرفس، وهنبدا ناخد كده ايه تدويره حلوه. لو احنا سالقين البتنجان خدوا منه كبشه مع ميه سلق البتنجان مع الخلطه دي لو انتوا سالقينه، وطبعا البهارات اللي احنا هنستخدمها والملح والفلفل والكمون والكزبر. ودلوقتي بقى هديها لفه حلوه كده، مش عايزه اشوشر حبيبتي عليها، فخليني ايه اخد كده الملح وفلفل، وايه هنحط دلوقتي كزبره، ادي الكزبره الجافه، وهنحط الكمون اول ما يطلع بقى عشان مش هضربه دلوقتي معاهم، وهنلف لفه كده سريعه. بسم الله. ودلوقتي بقى ارحب بضيفتي الجميله مريومه القمر، مريم شريف حبيبتي. بشكرك يا مريم اولا على زورك يا حبيبه قلبي، لانها بعتت لي حبيبتي مسج وقالت لي كل سنه وان انا طيبه عشان عيد ميلادي لما شافت، وانا بشكرها جدا حبيبتي على ذوقها واخلاقها العاليه. وميرسي ان انت جايبه لنا موضوع النهارده حلو انا مبسوطه بيه. كلمينا موضوع الحلقه بتاعنا النهارده عن ايه مريومه؟ انا النهارده اول حاجه طبعا صباح الخير على كل المشاهدين. ايوه انا النهارده عايزه اتكلم عن تراكم دهون الظهر وهي ازاي بتاثر على النفس، لان في كتير هي مش بس بتخلي شكل الظهر وحش، يعني هي بتاثر على شكلنا في الدريس او الشميز او التيشيرت، بتكون الشكل عامل كده في الظهر، فده بيخلي الشكل وحش قوي في جسمنا. فاول حاجه عايزين نعرف هو ليه بيتراكم الشكل ده في ظهرنا، او ايه الاكل اللي احنا بناكله بيسبب الدهون اللي في الظهر. اول حاجه ان احنا يعني بنقعد فترات طويله ماسكين مثلا موبايل وعاملين كده، المفروض ان احنا دايما نقعد فاردين ظهرنا عشان نقدر ناخد نفسنا، ده بيخلي فيه انحناء في العمود الفقري وبيأثر على العمود الفقري عندنا. تمام. فغلط ان احنا دايما نبقى قاعدين كده او قاعدين على المكتب كده، فدايما نحاول ان احنا نفرد ظهرنا علشان نقدر ناخد نفسنا ويعني ما يحصلناش اي تراكم دهون. كويس. كمان في اكل كتير بناكله اللي هو الاكل فاست فود، او بناكل نشويات كتير، او الحاجات اللي فيها سكريات عاليه، مثلا بناكل الفواكه اللي فيها سكريات عاليه زي المانجا، بنكتر منها او البلح او الحاجات دي كلها، كل ده بيأثر وبيخلي عندنا تراكم دهون. فدايما بنصح ان انا دايما ابدلك بدل النشويات والسكريات دي، دايما بتتهضم بسرعه وبتشعري بالجوع، فدايما بستبدلها ببروتينات اكتر زي الالبان، زي الالبان الخاليه من الدسم، والزبادي او وسط عشان الجسم بيصرف عليها طاقه اكتر، فبالتالي بيعليك معدل الحرق، فدايما انصح بالبروتينات اكتر من النشويات والسكريات. حلو قوي. ثالث حاجه لازم ان احنا نعمل تمارين الظهر، وتمارين الظهر ده مش صعب، اللي هو دايما نحرك دراعنا ونرفعه لفوق، او نعمل تمرين البوش اب اللي هو بنسند ونفرد ظهرنا عشان نخلي الظهر ما يتراكمش اي فيه دهون، ده بيأثر على النفس، يعني دايما لما اجي افرد ظهري دي حقيقة اخد نفسي حقيقة، فده غلط. بتضطر تقعد نص قاعدة كده عشان ايه احيانا بيبقى بيأثر على النفس عندهم، بتقعد في وضع معين مش مايل. في ناس بتفتكر ان هي لما تنزل كده ده وضع مريح، لا غلط، هو دايما انا خلاص العمود الفقري حصل له انحناء، فلما باجي ارجع لوضع الطبيعي بتعب. صح. فبنصح دايما ان احنا نعمل التمرين ده الصبح، هيفرق معانا جامد. تمام. تمام. اتراكم معانا بقى الدهون، هبدا اتكلم النهارده عن الكورس. قبل ما نتكلم خلينا نعرف اصدقائنا بالارقام الخاصه بيكم بفيتارم بلوبل، الكورس اللي انت النهارده جايه تكلمينا عنه، وان دي الارقام الوحيده الخاصه بيكم، مفيش ارقام ثانيه، وكمان ان احنا هننزل الصفحتين الوحيدتين الخاصين بفيتارم بلوبل من خلال التواصل على الفيسبوك علشان ما يبقاش فيه لغط في الموضوع، ونقول ليه واحنا مأمنين منتجنا جدا عشان المنافسين يعني ايه بيبقى فيه شويه حاجات كده. طبعا هو المنتج عشان هو منتجنا طبعا قوي جدا ويعني حقق نجاح، فهو في بقى ليه تقليد وفي حاجات كتير بتبقى مش الاصلي ولا الاوريجينال، فانا عايزه بس اوضح ان الصفحتين دلوقتي دول اللي هم صفحتين خاصين بينا طبعا، والارقام اللي هي على الشاشه دلوقتي ايوه دول اللي خاصين بينا فقط بالشركه. وطبعا شكل المنتج اللي هو احنا لما نخش على الصفحه هنشوف شكل المنتج. نتاكد منين بقى؟ ان هو بيبقى عليه تشرنك. أيوة. اللي على العلبه والعلامه المائيه نتاكد منها ونشوفها، ونتاكد من كود الخدش اللي بيكون جوه العلبه، كل ده عشان ده المنتج الاصلي اللي هينزل لك وزنك بسرعه، فده لازم نتاكد ان ده المنتج الاصلي اللي هو خاص بشركه فيتارم جلوبال بس. تمام. اي حاجه تانية او اي حاجه ارخص او اي حاجه من على صفحات تانية دي مش تبعنا، مش تبعنا، هي صفحتين بس دول خاصين مش مسؤولين عنها. بالظبط، مش مسؤولين عنها. تمام.
عشان بس الناس تبقى في امان وتتاكد ان ده الكرسي الطبيعي الاصلي بتاعك. الاصلي بتاعكم. اولا دي حاجه جميله، وانا طبعا بحييكم جدا وبحيي الشركه على يعني ان ايه الواحد تعب وعمل مجهود في حاجه مش حابب ان هي تروح هدر. اكيد. طيب خلينا بقى نقول ايه، نعرف اصدقائنا الكرسي عباره عن ايه مريم، ونتكلم ونرجع تاني لحديثنا اللي احنا كنا بنتكلم عنه. اول حاجه الكرسي بتاعنا هو طبعا قوي جدا، كله من اعشاب طبيعيه، اعشاب اصلا استوائيه، يعني الاعشاب دي مش موجوده مش في مصر. مش في مصر، عشان في مصر. احنا يعني دلوقتي علينا كمان جوده الكرسي بتاعنا اكتر عشان يخس بسرعه اكبر من المكان، وحطينا فيه اعشاب جديده، فالكرسي طبيعي. تمام. في ناس بتقلق من الادويه مثلا التخسيس، يقول ان هو فيه حاجات كيماويه وكده. لا هو احنا حاطين فيه كل الحاجات الطبيعيه اللي هيحتاجها الجسم. بالعكس، انا هزود لك بروتينات، هزود لك فيتامينات، هزود لك حاجات في جسمك واخلي لك جسمك من السموم، فما فيش اي اضرار لي. الكرسي عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. الكبسولات دي بتعمل ايه؟ اول حاجه ان هي بتفتت لي الدهون الموضعيه في الجسم. تمام. دلوقتي انا مثلا احنا موضوعنا عن دهون الظهر، صح؟ صح. لو هي الدهون مثلا اتراكمت في ظهري بتبقى عامله كده، لازم حتى قبل التمرين اللي مثلا بنقول نشرب حاجه سخنه او ميه سخنه، عشان الدهون بتبقى عامله كده، فعايزين حاجه تفكها تلينها. فالكبسوله هتعمل كده، هتفتت شويه الدهون اللي بدات تحرق وبتقفل الشهيه، وده مهم جدا. لو انا مش بتحكم في شهيتي، في ناس كتير ما بتقدرش تتحكم في شهيتها وبتستبدل اي اكل مثلا، ما فيش اكل بيسد الشهيه، الكبسوله هتسد الشهيه ان هي بتتفتت، فبتعمل بتحسسك بالشبع، لان هي بتاخد حيز في المعده بتاعتك فبتبدا تتوزع، فبتحسسك بالشبع. أيوة. وكمان بتدي اشاره الهرمون الليبتين ده المسؤول عن الشبع. فده اللي المهم عندي، ان انا اقفل لك الشهيه. تمام. ده اللي بتعمل عليه الكبسوله. وكمان هي مكونه من التوت البري، البري فيه فيتامينات عاليه جدا، فيه فيتامين بي 6 وفيتامين بي 3. فمهم جدا التوت البري، كمان بناكله في الدايت عادي عشان نحرق بالدهون، فهو عالي جدا لحرق الدهون، والقهوه الخضراء والمانجا الافريقي، فكل الحاجات انا بقولها طبيعيه، ما فيش حاجه كيماويه. حلوه قوي. ده الكبسولات. النقط مهمه برده، ما ينفعش حد ياخد النقط ويسيب الكبسولات. النقط بتعليل الفيتامين اللي هي ماده الكارانتين اللي بتعليل معدل الحرق، ودي مهمه، وفيها كمان فيتامينات، عشان لما يقفل لك الشهيه نسبه الاكل بتاعتك هتقل. فانا هعوضك بالنقط ان يبقى في فيتامين اكيد، لما عشان ما يجيلكش اي انيميا، او الناس اللي عندها مثلا خمول في الغده الدرقيه اللي اتكلمت عليها، فده مهم جدا عندي في النقط، ان يعلي لك معدل الحرق. حلو. قبل ما نتكلم خلينا ننزل الصوره اللي معانا، عشان الوقت ما يسرقناش وما نزلهاش. عايزين ننزل الصوره الحلوه الخاصه بالحاله اللي انت جايبها لنا النهارده. فخلينا بقى عرفينا الحاله اهي نزلت، قولي لنا بقى مين ده. ده حسن. أيوة. هو مشي، خد مننا كرسي بتاع طبعا جلوبال ومشي عليه، وكان عمره 36 سنه. ايوه. ووزنه كان 100 كده دلوقتي بعد الكرسي ولا ايه بقى؟ لا بقول لك سنه. وبعدين كان وزنه 154 كيلو. ايوه. طبعا ده كان مأثر على نفسه وعلى العظم وعلى العمود الفقري، وكان في تراكم طبعا دهون زي ما انت شايفه. تمام. خس معانا ل 80 كيلو، يعني نزل 74 كيلو. ما شاء الله. في قد ايه؟ خمس شهور او كمان اربع شهور ونص، يعني هو خلال خمس شهور. هو طبعا انتظم معانا على الكورس اللي هو الكبسولات والنقط والاعشاب. وانتظم معانا طبعا، كان في متابعه معاه طبعا. الكورس قوي قوي جدا، ان هو يحرق لك الدهون اسبوع، يعني انت جرب اسبوع بس. مش هستنى شهر، هي باول اسبوع بيبدا يكون معاك الفرق، والفرق بيبان معاك من اول اسبوع. احنا كنت بتابع معاه طبعا، كان اللبس من اول اسبوع فرق، بيفرق، بدا يحس. دايما اقول له لا، شوف اللبس بتاعك، شوف البنطلون او البلوزه او التيشيرت بتاعك الاول، شوفه معايا من اول اسبوع. في دايت احنا بنمشي على دايت، دكتور التغذيه بيدينا دايت مثلا نمشي عليه، مش بينزلنا نفس وزن الكرسي. يعني تخيلي انا بنزل 74 كيلو، ده عمرها ما تحصل من دايت ولا رياضه لو قعدت كتير. فكرسي سريع جدا ان هو نزل وزنه في اقل من خمس شهور، طبعا ده انجاز، وطبعا بنشكره على الاراده. على الاراده. ان هو عنده اراده ان هو عايز يخس وما كسفش من وزنه، لا وواجه ان هو يخس الوزن ده، وان هو هيخس وخسه. وطبعا استمر طبعا معانا في مرحله التثبيت برده، وطبعا بنشكره اكيد، وبنشكر اي حد اتعامل معانا وثبت وزنه وكان عنده اراده في التخسيس. حلو قوي. طيب نكمل تاني باقي الكورس. احنا قلنا الكورس عباره عن كبسولات والنقط والاعشاب. انا قلت النقط بتعلي معدل الحرق وفيها فيتامينات. تمام. عشان لما ناخد الكبسوله في لنا الشهيه، فبالتالي انا هكون محتاجه فيتامين لجسمي عشان ما يجيليش اي انيميا او ياثر على شعري، عشان في ناس كتير بياثر على شعرها في الدايت او بياثر على وشها. فانا مش عايزه كده خالص، فلازم اديها النقط. ثالث حاجه الاعشاب. الاعشاب دي مهمه جدا، حذفنا فيها المرمريه والنعناع وبذور الكتان. بذور الكتان مفيد جدا، ناس كتير بتشربه عشان العظام، ودايما بننصح بيه للشعر والبشره. فبذور الكتان برده ضفناه، وضفنا فيه يعني التوت البري. كويس. هو بديل الديتوكس، عشان المشروبات فيه الناس بتشرب جنزبيل والقرفه كده بيبقى طعمها وحش، والكركم، فده بديل ليه، وبينقي جسمك من السموم واحتباس المياه في الجسم.
فالاعشاب زي ما قلت مكونه من الحاجات الطبيعيه، اعشاب طبيعيه. وده بيتاخد كمان كوبايه او كوبايتين حسب ما بتواصل مع الفريق الطبي او حسب ما بشوف حالته. وساعتها اقول له ياخدها امتى، يعني ياخدها كوبايتين او ياخد كوبايه على حسب كل هو يوم حسب اليوم. زي ما انا قلت بتتصل بيا طبعا او بتعامل مع الفريق الطبي، لازم نعرف اسمه، لازم يبقى لنا سي في ليه طبعا، وزنه وطوله عشان نشوف الوزن قد ايه على طول هينزل قد ايه، والحاله الصحيه، عشان احنا عندنا كذا كورس زي ما قلت، وهفضل اقول ان في كذا كورس ما ينفعش انت تحدده، انا بحدولك انا اضرب، انا اضرب، انت محتاج ايه، انا اضرب حالتك انت محتاج ايه ومحتاج كورس ايه. لو عندك ضغط او سكر بديك كورس برده خاص بيك عشان يقدر يحافظ لك على السكر او الضغط اللي انت بتاخد الدواء بتاعه عشان ما يعلي السكر في الجسم. صحيح. طيب بالظبط. نتكلم بقى، قولي لي طيب ده الحالات الناس الكبار، احنا الكورس ده خاص بالناس الاصحاء ولا خاص ممكن بحالات تانية خاصه بالكوليسترول، سكر، ضغط؟ فخلينا نتكلم في ده، ولا في حاجات تانية بتخاطبهم غير اللي انت بتقولي عليه النهارده؟ لا لا، وانا عندي كذا كورس، كل كل واحد ليه حاجه، ليه حاجة. الضغط والسكر ليه كورس خاص بيه هو، او لكن موجود على حسب كورس اكيد. حلو. وقلنا مرضى القلب طبعا بيلجأ للدكتور الاستشاري يطمن بس ويعرف يعني يكون واخد الدواء بتاعه ويعرف الاوكي منه، ببدا اديله الكورس. الكورس حلو. فانا قلت كذا، في كذا كورس، ممكن الكورس ده للاطفال عشان الناس طبعا اللي عايز تدي اي حد من الاطفال عندهم سمنه، ده بيأثر عليهم اكتر من الكبار، السمنه للاطفال اصعب من الكبار طبعا. لسه في اول عمره، لازم يكون نفسه مظبوط، ما يكونش مليان، لازم اول عمره يبقى جسمه نشيط جدا، كل اجهزته نشطه، فالسمنه هتأثر عليه طبعا. يعني كمان ما كبرش ووزنه زايد، فالكرسي برده خاص لي. وزي ما انا قلت الكرسي بتاعنا الاصلي اصلي، يعني انا بديك منتج اصلي قوي جدا يحرق لك الدهون. ايه رايك بقى؟ هيحرق الدهون جدا، ده احنا لازم نعمل حاجات الله الله. وناخد الرز اهو حماده بقى يقلبه لنا. وزي ما انا قلت من اول اسبوع بيبدا يلاقي الفرق. 4 كيلو، في ناس بتنزل من 4 ل 5 كيلو. عملنا فورمه حلوه كده اول اسبوع. بينزلوا معانا وبيشوفوا الفرق. وزي ما انا قلت تجيبي تيشيرت او بلوزه مثلا ليكي، واول ما تبداي معايا الكورس تشوفي دي بتنزل بتنزلك قد ايه مقاسه من الوزن. طب هو المفترض الكورس ده بينزل قد ايه في الشهر؟ احنا قلنا يا مريم من 15 ل 20 كيلو. من 15 ل 20، بس في ناس بتكون وزن، يعني في ناس بتنزل اكتر معانا كويس، وفي ناس ممكن تنزل اقل شويه. لا اقل على حسب اجتهادهم، انا بتكلم من ناحيه الاجتهاد. لا لو هي بتمشي على نصايح طبعا، هي ملتزمه وماشيه على نصايح طبعا، في تريكات كده او حاجات غذائيه انا بقولها مع الكورس طبعا تساعد بسرعه جدا ان يخسر وزنك، عشان في ناس بتكون عايز تخسر وزنها عشان مناسبه معينه، يعني عندها حاجه معينه مشكله تخسر وزنها. في ناس عندها مثلا حمل، يعني عندها حمل فعندها بطن، دهون في البطن. طبعا دكتور البطن بيقول لها لازم ان هي تخس الدهون دي عشان تحمل، فهم؟ فدي بسرعه لازم ان هي برده ليها وقت تخس، فانا لازم اديها نظام غذائي، مش نظام غذائي دايت اللي هو ما تاكلش اللي هي عايزاه، لا بتاكل اللي هي عايزاه، بس حاجات مفيده استبدلها بسرعه عشان تحرق بسرعه مع الكورس، ما تاثرش. حلو قوي. على الكورس ما تاثرش معايا، يعني مثلا حتى العمليات اللي هي تكبيس المعده مش بتعمل، يعني لو حتى عملت تصغير معدتي لو اي سكرات هتبوظ كل ده ومش هتعمل اي حاجه، مش هتعمل اي نتيجه، لكن الكورس لا مش هيبوظ اي حاجه معاه، بس لازم ان انت تمشي معايا مظبوط على الخطوات. طيب المتابعه كل اسبوع، المفروض البيشنت او العميل ده بيوزن نفسه ويتصل يقول لكم انا مثلا بدات الكورس كذا قبل الاسبوع، وانا الاسبوع ده وزني كذا. بالظبط. بتابعوا بقى، بتابع معاه اسبوع، نسي كبسوله، نسي في اي وضع حاجه من الحاجات اللي مهم جدا لو نسي. بيتابع معايا مثلا، قبل كده كان في حد برده بيكون عنده نظام شغله، هو بيشتغل مثلا طول اليوم ونسي ياخد الكبسوله في فتره شغله. فانا ساعتها بعرف لازم اعرف يومه ازاي، فهقول له طب انت خدها لما قبل، يعني ليها تعويض يعني، وممكن ندعمه بحاجه ثانيه. ليها تعويض طبعا. أوكي. وممكن ساعات لو حد لو هو نسبه حرقه قليله، ممكن حد يقول طب الكرسي مش خسسني، مفيش حاجه اسمها كده. انت لما بتروحي لدكتور الشعر، دكتور الشعر مش بيديك على طول المنتج يطول لك شعرك، لا بيقول لك مثلا انت عندك نقص، شوفي عندك نقص في الحديد، او في الفيتامينز، او انت عندك مشكله، بيعلي لك يبدا يديك الحاجه اللي تعمل لك تطول لك شعرك. صح. عندي صح. برضو في التخسيس انا بشوف انت بنتي عندك ايه، عندك غده، خمول غده، عندك انيميا، عندك اي ضعف، ما عندك نقص فيتامينات، انا بعلها لك وببدا اديك الكورس عشان تخسي، الكورس عشان تخسي بسرعه. كويس جدا. ف يعني هو يعني زي ما احنا قلنا شفنا الحاله طبعا، وغير حسن قبل كده، وفي حلقات تانية معانا ناس خست، ففي ناس كتير قوي خست معانا. طب خلينا ننزل تاني صفحتين معلش اللي خاصين بفيتارم جلوبال، انا عايزه اصدقائنا اللي لسه منضمين للفقره دلوقتي يشوفوا الصفحات الخاصه بينا من فيتارم جلوبال للكورس اللي بتتكلم عنه مريم. في صفحتين واحدتين على الفيسبوك، وفي ارقام الموجوده بس فقط قدام حضراتكم على الشاشه للتواصل، ما ينفعش تتواصلوا من خلال اي ارقام ثانيه او اي صفحات ثانيه حتى لو بيقولوا نفس المنتج، لان هما بيقولوا كشركه هما مش ده منتجهم.
والعلامات بقى اكدي تاني على اصدقائنا، دي الصفحه بتردوا عليها على طول في حد بيسال، في ساعات بيبقى في كومنتات كمان على الصفحه طبعا الفريق الطبي بيرد عليها اكيد، وفي دكاتره او اخصائيين تغذيه بيردوا عليها اي اسئله عن الكورس او اي حاجه طبعا بناخدها وبنرد عليكم. تمام. وزي ما قلت لازم نشوف شكل المنتج، الكورس مهم جدا عشان ناخد الاصلي يخسسنا بسرعه، اللي يخسس اللي هو عليه ترنك والعلامه المائيه والكود الخدش اللي بيكون جوه العلبه. تمام. عشان نتاكد ان ده الاصلي والاوريجينال من عندنا. تمام. بس زي ما قلت في كل الحاجات طبيعية واعشاب طبيعية، وشوفوا الفرق معانا من اول اسبوع بتبدا تخسر انت لو بدايت او بحاجة، لو خسينا 6 كيلو في 3 اسابيع بيبقى بالنسبة لنا انجاز، انجاز بالدايت. طبعا طبعا. تخيلي انا بقول لك انت في اسبوع هتخسي الوزن ده، اكيد حاجة طبعا تبسط اي حد يعني، تبسطنا كلنا. طبعا انا مبسوطة ان انت كانت هنا في موضوع مهم قوي، القصه دي احنا كل حلقه يبقى معانا حاجات جديده. خلينا نقول الاطفال، احنا وقفنا على حته الاطفال وما اتكلمناش على السن يا مريم. العمر بقى، عمر الطفل لما ياخد الكورس من خلالكم يبقى هتقولوا له من سن كام؟ من سن 16 سنه. 16. من سن البلوغ، من 16 بقى ل 17، من سن يعني اول ست، من سن البلوغ اولا. اوكي. بنات او صبيان الاثنين بالظبط، عشان تمام. بيكون لو اقل من كده بيبقى لسه في عنده هرمون النمو، لسه في مرحله نمو اكتر، ف بيبقى صعب ان احنا مش شايفه قوي وزنه، مش شايفه مش مكتمل. فهمتك. فلازم من سن 16 عشان يكون مكتمل ووزنه يكون محتاج لده، فابدا اديله الكورس ده ليه. حلو. وزي ما قلت اللي هو الكبسولات والنقط والاعشاب، والكبسولات فيها فيتامين لا الكبسولات بتقفل الشهيه وبتفتت الدهون زي ما قلت، اللي بتكون عامله كده بالظبط في الجسم، فلازم تفتتها، وبتدي اشاره لهرمون الليبتين ده المسؤول عن الشبع، والنقط بتعلي لي معدل الحرق، وفيها فيتامينات كمان عشان ما يجيلناش اي انيميا او اي حاجه. الفيتامينز والاعشاب عشان الشعر مهمه برضه، عشان بتنقي جسمي من السموم، مهمه جدا، وكمان يعني بتشيل المايه اللي هي محتبسه في الجسم اللي احنا مش بنشوفها. تمام. وبتحرق كمان الدهون. حد خس معاكم كان مرضى قلب وانتوا عرضتوا الصور، فعلا ده لفت نظري جدا، وكان في منهم حد كان عنده تضخم يعني مشكله في عضله القلب. يعني طبعا هنرجع للطبيب الخاص بمرأة، بسألك عشان في حالات بعتها لي على الصفحه، فانا بقول لنا بقى الجديد في العروض عشان اصدقائنا بقى اللي كلهم قاعدين منتظرين العروض الحلوه بتاعتكم. اول الكرسي اللي بتكلم عليه النهارده ده عليه 70% خصم طبعا. كويس جدا. يعني لحد بالليل، لحد الساعه 12 بالليل، لحد الساعه 12 بالليل. الشحن مجانا والخصم 70%. الشحن عندنا مجانا، بيكون مجانا طبعا على المنتج بتاعنا الاصلي اللي هو من خلال الصفحتين اللي احنا او الارقام اللي هتوصلوا بينا، ده هيكون عليه 70% خصم، حلو جدا لحد بالليل، وكمان بيكون عليه هديه وانا بحددها حسب الحاله. يعني حسب لو انت محتاجه الكريم، في كريم وفي نقط. كويس. فلما بشوف مثلا لو انت عندك مثلا الحرق ضعيف، علشان لو عندك حرق ضعيف ما تلجئيش تاني تجيبي الكورس وتشتريه، فانا بدولك هديه حلوه قوي يعليك معدل الحرق. كويس. حلو جدا. بدعميها، بتدعمي بالظبط، بدعمها بالنقط عشان ما تلجئيش تجيبي الكورس والنقط. بس خلينا نتفق، لو احنا بدانا الكورس مع حد من العملاء وعايزين اقول لحضراتكم الكورس امن جدا واعشاب طبيعيه، واذا خدتيه ما تقلقيش انك تستخدمي منتج انت ما انتش عارفه عنه حاجه، هو فعلا امن، لانه حتى لو لا قدر الله انا هفترض الوحش معاكم، ولو انتم بتفكروا بصوت عالي معايا، لو ما فاتكيش فهو مش هيضرك. خلينا نقول نكمل تاني الجزئيه بتاعه ال 70%، الكورس بقى انا خدته دلوقتي اول مره ومحتاجه لسه ما وصلتش للوزن المثالي. وزنك زي ما قلت، يعني مثلا لو حسن مثلا معانا النهارده على الحاله اللي احنا قلنا عليها، لا هيبقى اطلب الكورس 5 شهور. انت بتكملي معايا، هتيجي تطلبي الكورس تاني تاخديه بنفس ال 70%، حتى لو العرض خلص. حتى لو العرض خلص فهمت، تاخدي 70% زي ما انت خدتيه، انت خلاص بقيت عميله بتاعتكم بقى. بالظبط. انت خلاص متابعه معايا. يعني وكمان بديكي هدايا كمان على الكورس، يعني مثلا بفضل اديكي في هدايا، كل ما بتخسي معانا كمان بيبقى في عميل لينا مثلا ده اللي هو مثلا نزل وزنه معانا، ده كمان بيبقى ليه هدايا اكتر على الكورس. اوكي. وليه خصومات اكتر. أوكي. يعني مثلا مش هو خده كده، لا هو كل ما بينزل خلاص هو واجهه ليك، وهو واجهه بقى اصبح هو بالنسبه لكم حاله مميزه، بيبقى ليه كمان خصم اكتر من لسه اول مره. حلو قوي الكلام ده، انا بشكرك طبعا جدا مريم حبيبه قلبي، مريم شريف خبيره التغذيه كانت معايا النهارده منوراني مشرفاني. ميرسي مريومه، شكرا، نورتيني جدا، ميرسي على المعلومات الحلوه، ميرسي على الاوفرز الجميله، يا رب حضراتكم الاوفرز تكون مناسبه ليكم جدا، اتمنى حضراتكم تجربوا المنتج، اتصلوا على الارقام والحقوا لحد الساعه 12 عشان محدش يلحق يزعل ويقول انا اتصلت بعدها ما لحقتش، احنا عندنا اليوم طويل، وما تزهقوش، اتصلوا مره واثنين وثلاثه، معاهم ويتنجز كتير، فخلينا يعني ايه احنا اللي نسعى ورا الحاجه اللي احنا عايزينها. طيب انا النهارده عملت ايه؟ عملنا صينيه البطاطس في الفرن او بريم البطاطس، عملنا البتنجان المخلل بس عملناه مقلي النهارده، لو سلقينه اتفقنا هنحط جزء من ميه السلق مع الخلطه،
عملنا الطماطم المخللة تفتح النفس دي وشوية الرز بشعرية. مش هعمل التارت النهاردة البلح، لكن مش معنى كده اني مش هعمله، هعمله بكرة مع حضراتكم بإذن الله. حط البتنجان ده في علبة عشان تفضل محتفظة بالسوائل وتاكلوه وهو ما يبقاش مستوي 100% 80 90% لانه بيستوي مع المية محطوطة فيه. مريومتي حبيبتي سعيدة بوجودك معايا، بشكرك شكرا جزيلا، بشكر شركة فيتايم على المنتج المحترم، بشكركم على المصداقية، بشكركم على انكم كير جدا انكم تعرضوا صور وحالات حقيقية خاصت من خلال المنتج. شكرا، واتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.